جمعية نيتورك أمريكا هي اللي هناك بوسطن ماساتشوستس أنا سيدي اللي دوكا ليش مش كان هيك كي تراتسوا راسيس الإسم هي الوكالة الأمريكية أشكو أرك تفاعل من زين أنا من مار أنا سي البارود أشكو تم زيرنا سواء الشمال المغرب ولا الجنوب المغرب ولا الجزائر ولا ليبيا ولا تونس ولا المزرعة بصفة عامة تعاني من مشكل الاستعمار سواء الايديولوجيا اللي عروبية الإسلاموية أعطي العروبية لا أقصد العربية أقصد العروبية العربية فيما يخص اللي كان وكان بأمريكا لأن كان مسيحية الأكل بأوروبا كان مسيحية الأكل بأمريكا اللي كانت دارت عليه وقفات احتجاجية في واشنطن دي سي دارت وقفات احتجاجية في نيويورك أمام الأمم المتحدة فيما يتعلق بمشكل الأرض الذي يعاني منه جل المغرب وكان سياسة للطهائر الاستعمارية التي كانت ضدها فرنسا وإسبانيا تحالف مع المغزي المغربي وهذه الطهائر اللي هي نزعة الملكية اللي كانت سنتها فرنسا يعني قبل وكان المغرب سنها في 1900 كاين طهائر 1911 1915 1916 و 1917 وهذه الطهائر اللي جاب يعني بعد الحكم بعد فترة لحقوق العدالة والتنمية للمغرب بقيادة قيادة الاختلاف الكبيرة اللي يعني اتفق مع دول بيتروبولار يعني قطر والسعودية على أساس نزل الملكية الناس اللي هما اللي اعتبروها مغاربات اللي اعتبروها مغاربات والمغرب كما نعرفوا في المناطق الأمازيغية ما كاينش مغاربة يعني المناطق اللي كاين الأبيان فيها ثروات طبيعية بعيد يعني بعد استنزاف الثروات البحرية والثروات البحرية جات الدولة على أساس استنزاف ما تبقى من الثروات الشعب الأمازيغي اللي قاوم الاستعمار منذ الأزل ولا زال يقاوم سواء دفاعا عن ثلاثية الأرض واللغة والإنسان والأمازيغية ليست فقط احتفالا وليس فقط فهي غطاء منذ الأجيال فثقافة كامل تنبت وتنبت هذه السياسات وهذه الطهائر اللي جابوها هؤلاء المستعمرين وطبقوها يعني المستعمرين الجدد اللي هم الدولة المغربية والحكومات والأحزاب السياسية المغربية فيما يتعلق بالسوس بالنزع الأراضي وفيما يتعلق بالجنوب الشرقي المغرب اللي عندهم مشاكل مع المناجم كالنموذج ديال الحميضر اللي كيعاني الويلات والولايات راه اكثر من 6-7 سنوات وما كيعاني من هذه اضافه الى الريف وتحيه من هذا المبار الى سكان الريف وتحيه الى ناصر الزفزافي ومطالب بالافراج الفوري على ناصر الزفزافي لانه يطالب من اجل الحق في الشغل الحق في العداله الاجتماعيه والحق في السكن والحق في الوظيفه العموميه اللي هي حق مشروع وهذه الدولة وهذه منطقة الريف كانت تعاني ما في 1852 و59 الغازات السامة اللي تعرضوا لها من قبل حسن الثاني ومجورهم راكم عارفين التاريخ اللي غنعاودوا ليه وهاد الناس ديال الريف كيعانوا من مرض السرطان ومن حق الشعب الريف يعني الناس ديال ساكنة ديال الريف انه يكون عندهم مستشفيات يكونوا يعني التغطية الصحية تكون يعني فابور من اجل معالجه السرطان مشكل السرطان والدوله المغربيه تقابل المطالب الاحتجاجيه المشروعه بالقمع وتقابلها بالسجن وترهبنا ولكن مازال لن يرهبوننا بالسجون ولن يرهبوننا باي وسيله كما لدخلنا مشكل كسرنا المشكل انسوس يعاني من الارض لان جوهر البترودولار بغاو يديروا محميات كيقولوا في محميات وكيتلقوا الخنزير البري من اجل تهجير الساكنه من البوادي من القرى من الجبال المدن بهدف تعريف يعني هذه الدوله تريد قتل تريد قتل اللغه الامازيغيه تريد قتل الثقافه
الامازيغ لان في الثقافه الامازيغيه يعني ما هو سياسي ما هو اقتصادي يعني وهو يعني تعريف شمولي لما هو يعني مطالب للانسان من حقوق اجتماعيه كانت اقتصاديه وكل يعني الحقوق المشروعه للساكنه وبالتالي ثقتك في امريكا ربع امامنا من هنا على المستقبل سوف ندخل في مراحل يعني مراحل نضاليه وبالتالي نريد يعني كل اللي حاضرين غير انه السياسه لان كني لا مازلت ولكن اكل من كني الا تمازير هذا هو خلى امريكان ولكن كني هو امريكان ركز لي ركز نعيش ولكن اصولنا هي اصول الامازيغيه من ارض تمازغ وسندافع عنها واي يوز نو اي يوز كل مازيغ اي يوز ارض تمازيغ لن ميرتنو